من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بالخير والمسرات. ننقل لكم حفلة تكريم الدكتور عبد العزيز الرميلي النعمي بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه، فأهلا بكم. من رقي اللي رقي للضياء نحو أعلام ترف في السماء، نحو رايات وصلناها بمجد للتميز قد وصلنا في بهاء. من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب القلوب الأتقياء في صعوب. أسعد الله مساكم. اللهم صل. أسعد الله مساك حسن محاصي. أنا مساء النور علي إبراهيم شبعي في مناسبة أخينا وحبيبنا الدكتور عبد العزيز في هذا المساء الطيب. شكرا أستاذ ياسر. ولك محبة خاصة ما هي لحد. لك محبة خاصة ما هي لحد، والهوى اللي بيننا ما له حدود. الدعية فيك، الدعية فيك شكوى والوعد، وانت قاضيها وخصمي وشهود. الله 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 الله. سلام سلام. محمد إبراهيم عطيف النغوش. عمر العامري من الجوري. أما علي برادي حسن غيثي، وأنا عمنا حسن هذا أستاذنا جميعا. الله يجزيك الخير. أبو يزيد جبران مشرقي. ونعم جبران مشرقي. الله حياك الله. هلا والله. أبو أنس. أبو أنس. أبو أسامة النشيلي. ونعم ونعم. أبو ياسر طال عمرك. ونعم حسين شاجري. ونعم. كم عندي دكتور أنا حبيبي؟ أبو أنس مدخل. أحمد حميدي مدخل. فايز نصر علي غزوان. ونعم ونعم. الله حبيبي. هذا طبعا وياك. حياك الله سيدي. الاخ محمد ابراهيم. حياك الله. تشرفنا بالدكتور عبد العزيز. الله يعزك المحتفل. احمد حميران مساك الله بالخير. طال عمرك. هلا وغلا. ابو يزيد ابراهيم مشرقي وعالمي بعد. والله يا حبيبي. حياك الله. حياك الله. عم عبد الحبيب. الله يسعدك حبيبي. عم احمد ترادي. ونعم والله. ونعم الله يحفظك. حبنا للفلت هذا. موسى خبران. ونعم فيك عم موسى. تسلم تسلم. ناصر الشريف. وانعم. محمد فلوس ابو سامي. وانعم ابو سامي. انا في الجميع. اياك الله. والله احمد صادي. والنعم فيك. علي فارس. علي فارس. علي فارس. وانس علي طوطي. وانعم احمدي. حسين شجر. الله هذا حكم. ونعم فيك محمد عمر. ونعم والله باقي. ونعم فيك احمد حكم. باقي حكمي. ابو ثامر. ونعم فيك. ابو ثامر اخبارك؟ والله بس طيب ان شاء الله. كيف حالك؟ ام جد طيبه ان شاء الله. ام جد ان شاء الله. حياك الله. محمد يحيى. ونعم. قاسم ابو قاسم. الله يحييك. ونعم. الله يحفظك. على حياك الله. تعالك زود. احمد فريري. زياد. حياك الله. عادي عامر. حياك الله. احمد علامي. عمان علي سارة. ياك سلمت الشيخ فتحي. سلمت. وانا فيك يا حبيبي جابر. الله حبيبي موسى مسمري. الله يمسك بالخير. الله يحييك. الله يبارك فيك. الله يبقيك. معك ياسر جعفري. وانا فيك يا عمار ياسر جعفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحتفى به أسعد الدكتور. أيها الأخوة والزملاء، أولا اسمحوا لي أن نترحم على شهدائنا وندعو لجنودنا الذين يقفون على الحد الجنوبي دفاعا عن هذا الوطن وعن هذا البلد، ولولاهم لما كنا الآن في هذا المكان نحتفي ونحتفل.
حقيقة ما من زمانة كزمانة البدلة، البدلة العسرية تصر جميع الأجناس وجميع الطوائف وجميع المذاهب وتلغي المناطقية والمذهبية وتجعل الجميع في نسق واحد هو نسق البدلة العسكرية ونسق الزمالة ونسق المحبة. وهذا الجمع ما كان ليكون لولا البدلة التي حضرتم وكنتم فيها في يوم من الأيام، منكم من مضى ومنكم ما زال. أنا ممتن لدعوة وممتن أن أعطيت الفرصة للتعبير عن تقديري للدكتور الذي نحت في الصحر والذي ضرب مثلا كيف أن الإنسان لا يقف عند حد أو طموح ما له حدود. أشكر لكم تقديركم وامتناني الكبير لا حد له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الهادي الأمين ثم ما بعد. حقيقة عندما وجهت الدعوة من الأخ الدكتور عبد العزيز الرميلي في مناسبة احتفاء زملائه في شرطة المنطقة بزميلهم المتقاعد، يمكن الوقفة الجميلة كما ذكر الأدميرال العميد عمرو العامري أن الألفة عندما تأتي والوفاء عندما يأتي من زملاء العمل لها أثر في النفس. لأننا نعلم بأن الاحتفاء دائما تكون من القبيلة، فعندما يأتي الوفاء من رجال يعلمون بأن للوفاء طعم، أن الوفاء خصلة وهي قيمة، فعند ذلك نعلم من خلال هذا الوفاء مكامن الرجال. ومع قد عملتم مع بعض وتعرفون بأن هذا الشخص يستحق التقدير ويستحق التكريم، وما قمتم به في هذا المساء فهذا يدل على المكانة الكبيرة التي يحظى بها عبد العزيز بينكم وما يجده من محبة كبيرة منكم أنتم زملاء العمل، وهذا هو الوفاء الذي نتمنى أن نشاهده في كل أطياف المجتمع من خلال الاعتزاز بكل إنسان مجتهد في أي مجال من المجالات التي يأتينا منها نماذج مشرقة. ونتمنى أن يكون عبد العزيز هو واحد من الأسماء المشرقة سواء كان في عالم التدريب أو في عالم الإعلام أو في مجال الثقافة، وهو كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ما أعجبني في هذا المساء هو الاحتفاء من زملاء كان على عن بعد، طبعا دراسة عن بعد حصل فيها على البكالوريوس في إدارة الأعمال ونظم المعلومات ثم الماجستير، ثم التحق بنفس الأكاديمية المصرية البريطانية ببحث تقدم لهم ببحث تحت عنوان البنوك الأهلية والقروض المستفيدين ما بين السلب والإيجاب. تمت المناقشة وبفضل الله تعالى حصل على درجة الدكتوراه. تهانينا. وكذلك دكتوراه فخرية من الأكاديمية العربية الدولية ودكتوراه في الأكاديمية الدولية للسياحة والفنادق والصحافة والإعلام والتنمية البشرية ومستشار إعلامي بصحيفة نور الإخبارية الإلكترونية، عضو فخري بصحيفة البيان الإلكترونية، عضو في الملتقى العربي للأدباء، عضو في الجامعة العربية للأدباء، عضو في الأكاديمية العربية للأدباء، مدرب معتمد للتدريب المدربين TOT، مدرب معتمد للتسويق الاحترافي كذلك، مدرب إعداد حقيبة مدربين، مدرب على فن مخاطبة الجمهور، وعضو في عدة فرق تطوعية منها الخير التطوعي. هذه مسيرة حبيبنا في حياته بعد تقاعده، فليس للطموح حدود. نتمنى له مزيدا من التقدم بإذن الله تعالى، كما يرغب يتوجه لكم بكلمة في هذه المناسبة الجميلة التي جمعته وجمعنا به مع زملاء قدامى ومدربين في السلك العسكري وأحب لنا من كل مكان في هذه الليلة الجميلة. نسأل الله عز وجل أن يديم الأفراح. فلتفضل. حقيقة أنا لست محضر لهذه الكلمة، ولكن سوف أسعى جاهدا لأن أرتجل.
سعادة الدكتور علي خواجي الأستاذ يحيى الأمير الإدميرال عمرو العامري أيها الحفل الكريم، حقيقة لست أدري من أين أبدأ وكيف أبتدئ مع زملاء كان لي معهم ذكريات قد خط مدادها العيسد، أصبح يفوح منها عبق الزيزفون الذي اختلط بالبيلسان، حلق بي عاليا ما بين السحاب، وإذا بي أرى شمسا وقد ارتسمت هذه الوجوه فخطت خيوطها الذهبية، فأصبحت أجر الخطى في غصق الدجى وأنا سعيد برؤيا هذه الوجيه. والله يتلعثم اللسان ويحتار الفكر في وجود الدكتور علي خواجي من هو أفصح مني لسانا، الأستاذ يحيى الأمير الإدميرال عمرو العامري الذي دائما ننهل من كتاباته ونتعلم من قصصه، فحقيقة سعادتي لا يصفها الواصفون ولا يستطيع أن يكتبها النحاة، لذلك لكم الشكر ولكم التقدير بحجم السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، أخوة الحاضرون جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة الطيبة المباركة السبت 28/5/1943. المضمخة بأريج المحبة وعبير الإخاء اجتمع فيها الحب والوفاء والنبل، يحتفل كرام الرجال بأخيهم وزميلهم تعبيرا عن حبهم وتقديرهم له. طاب لنا أن نشاركهم الفرحة ونقاسمهم البهجة، فالمحتفى به هو أخيهم وابننا أصالة عن نفسي ونيابة عن الحاضرين من أعضاء منتدى جازان ثقافة أدب، الشيخ علي إبراهيم السبعي سفير النوايا الحسنة عضو نادي السفراء العرب، الشيخ حسن محاصي شيخ قرية المحاصي وشاعر جازان المحبوب النابوش محمد والأستاذ ياسر الجعفري، باسم منتدى جازان ثقافة أدب إدارة وأعضاء نصف أطيب التهاني وأجمل التبريكات لابننا الدكتور عبد العزيز الرميدي لنيله شهادة الدكتوراه الفيضة المباركة، وهذا الحب الذي حازه وهو وسام لا يناله إلا الرجال الأوفياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيجيب الأول وبيجيب الأخير للعرب أحكي وبحكي للعجم قصة مرعية وأنا عدني صغير قبل ما أتعلم وأكتب بالقلم، أعشق مقرية مزاجير وزبير وعشق بلادي تقاليد وعلم وعشق مبرحة على حدة وبير وقطرة مزفة وأقرح بالنغم، وعشق الديرة شذاها والعبير وعشق اللي راسها فوق القمم وعشق اللي ركن الحب القشير وعشق اللي قرصها ما بوث حم وعشق اللي راعية فوق معذير محلى ريحتها وهذاك النسم يا حلاها درة معذق مخضير راعية حية وترحيب وكرم، صبحها تمخض ولبتها خمير وام برقط وام قطيبة وام دسم نصرح نطلى ولو فينا نطير نطرد المرعى على ساق وقدم، ايدي بيديها وداخلنا ضمير والقسم بالله وعيد القسم، يم صبية ما تفرط في انفرير وام صبيبة مروح يفديها ودم، عشقنا صافي طويلة ومقصير لا نقم هذا ولا هذا كشم، في الهوى عفة تجاوزها عسير من تجاوزها قضى عمره ندم، سيدي لا هب المغفغف بالمطير كل شاقي برهم ردحا عقم، وانا ومريان في شور وشوير
والوزاء بالله إذا مراعد زكم. الله يا لحظة عشقناها كثير تنثر الفرحة وتجلي كل هم لا تجمعنا على ذاك الغدير هوشنا يروى رحايل وامغنم وانت حامم يوم واشتد الهجير نغدي لمهجة ونزحف كمبرم تحتها نفرش أمانينا حرير نلعب اللقطة وبحجار الحكم ولا بمزبب من بارم بعير الله يعزكم واحنا فوق مشوكي ما نحن سألم لو تصدق يومها كني وزير أحكم المرعى ومن حولي حشم استمر حلم وهي جنبي تكير استمر حلم وهي جنبي تكير تطبخ مشاهي على ثاثي جحم احنا في مرعى وظل مستدير ولا في قصرين جتنا من عدم حلمنا نرقد على مفرش وثير ما ينبهنا سوى صوت مقحم بوها لو عادة مع المغرب يغير والله يستر قحمها شوط ونشم نقلب صفحة وغيرنا المسير أمقحم يهري علينا ما بصم دايب ذا الهوش يعلن في النفير وأنا أدعي الله بلا بمدلم بويا متلقي ومترجل بشير وامي في مدارة تعاوش في مبهم لا علف نعلف ولا نطرح شعير امي ديدا در وشحوم ولحم قلت فاتحهم وشوف اللي يسير ما هو موقفهم معي فيهم عشم قلبي يشغطني ويعصرني عصير أخطب لمراعي يقولون عم يا بعشقها عشق ماله نظير كم نطق قلبي وكم مرة كتم حك في راسه وقال الله قدير هذه محجوزة معاها ابن عم كنه بندقني وربطني بسير في مكاني طحت والقلب انصدم حطها معبر فشق صمت فقير ليت ساعتها قرح فيا لغم أم صبيا يحجزنها شي خطير بن عيال أم عم قرعة بالسهم ذي يود ذا وذا حظ وفير وذا يحصلها على طاسة حصم يعني سالفهم زواجا باليسير لا بكم هذه ولا هذه بكم آخرة همضان صجني ذعير قلت أنا بطلت ذي الخطبة دشم أجر عند الله وادعي واستجير أكفنا العشقة وجنبنا النقم ربي صبرني وعوضني بخير وارتضى نفسي بما ربي قسم الحقيقة نهني أخينا الدكتور عبد العزيز النعمي في هذا المساء هذا الحضور الطيب المبارك الذين جاءوا في هذا المكان تقديرا وإجلالا لرفيق الدرب
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعده في حياته التقاعدية. دكتورة نفس عصامة سودت عصامة علمته الكر والإقدام من جندي إلى حامد دكتورة. نسأل الله أن ينفع به وبعلمه وأن يقدم كل خير لبلده وطنه ومليكه. السلام عليكم. علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقياء. من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء. بين إصرار ووجد وعمل وتآخر في تفان وأمل سلم الأحلام فيها اكتمل.